السلام عليكم مشاهدين الأعزاء، نقدم لكم اليوم أحدث 10 دراجات نارية في العالم. بيجتوين، دراجة تم تصنيعها لتماثل الدراجات الإنجليزية في القرن العشرين، وتم استخدام صور قديمة يتعدى عمرها 100 عام، مما صعب الأمر على المخترعين لهذه الدراجة. واستغرق صنع النسخة المعدلة من الدراجات القديمة 2 عاما، وقد اجتازت الاختبارات بنجاح، ولكن للأسف التفاصيل حول إمكانيات الدراجة وسعرها لم يعلن عنه حتى الآن. ستاند أب فيري بايك، دراجة هوائية غير عادية تعتمد على بدال للقيادة باليد، فهي هجين بين السكوتر والدراجة، وهي مصممة أساساً لممارسة التمارين الرياضية والتنقل في نفس الوقت. تعتمد على القيادة باستخدام اليدين والدفع بأحد القدمين، بالإضافة إلى أنها خفيفة الوزن ومصنوعة من الألمنيوم الخفيف، وإجمالي وزنها 10 كيلوغرام، كما يمكن طيها وتخزينها بسهولة، ويصل سعرها إلى 1000 دولار. BMW Land Speeder، دراجة نارية غير عادية من شركة BMW، مصممة خصيصاً لمحبي القيادة السريعة الجنونية، فهي مصممة لتصل إلى سرعة 150 ميلا في الساعة. والمثير للدهشة أن النسخة ليس بها مولد أو بطارية، حيث يتم توصيل المحرك مباشرة مع مغناطيس، كما أن تصميمها الفريد بمقعد طويل وإطارات مصنوعة من الفولاذ غير القابل للصدأ ويمتص الصدمات. واستخدم المطورون محرك دراجة نارية أخرى وتفاصيل أخرى كثيرة، ما زالت التفاصيل غير معلن عنها وكذلك السعر. هارلي ستايل بايك، دراجة نارية قوية تم تجميعها منزلياً وصنعها بوب موديك، وهو متخصص في مثل هذا النوع من الدراجات. والدراجة مجهزة بإثنين من التوربينات يقعان في الجزء الخلفي، وتعمل الدراجة على قوة الدفع النفاذ، كما أن بها محرك بقدرة 200 حصان، وهي غير آمنة للقيادة في المدن، كما أن مستوى الضجيج بها عال جداً وتجاوز الحد المسموح به. وسرق بو 8 سنوات لصنع هذا الوحش، والذي يزن 113 كيلوغرام، ولكنه لم يكشف عن سعرها. GoHammer J1، هذه الدراجة صناعة نمساوية، ويمكنها قطع مسافة 300 كيلومتر، وهي نموذج غير عادي يفوق الدراجات الأخرى في الأسواق، بمحرك بقوة 11 كيلووات أو 16 كيلووات، ويمكنها الوصول إلى 180 كيلومتر في الساعة، ويبلغ وزنها 159 كيلوغرام، ويمكنها الوصول لأقصى سرعة خلال 7 ثواني، ومجهزة ببطارية تعمل حتى 2 ساعة ونظام توجيه. كما يوجد شاشة في مقدمة الدراجة تعرض البيانات للسائق، ومتاحة في نسختين مع سعة بطاريات مختلفة، ويبلغ سعرها 26,000 دولار. موتوبوت،
دراجة متقدمة جدا يقودها روبوت، عرضت لأول مرة في معرض الروبوتات في طوكيو. ومن المثير للاهتمام قيادة الروبوت لها مع نظام تحكم عن بعد ونظام تحديد المواقع، بالإضافة إلى سرعتها الفائقة التي تصل حتى 200 كيلومتر في الساعة. وهي جيل جديد للدراجة النارية عن طريق دمج الإلكترونيات ونظام التحكم في القيادة، ومزودة بنظام أمان قوي، بالإضافة لقدرتها على السير في الأماكن الوعرة. كما يوجد نظام استشعار يسمح للروبوت بالقيادة السليمة والدوران والتوازن. وللأسف السعر المعروف هو سعر الروبوت فقط، ويصل إلى 161,000 دولار. دي سي تراي دراجة فريدة من نوعها، تسمح لك بالتنقل بأقل مجهود بدني، فهي ليس بها بدالات فقط، تقوم بالقيادة وقوفا وهي كهربائية، كما أنها مرنة وخفيفة الوزن، يصل وزنها إلى 10 كيلوغرام، ومنها نموذج معدل خصيصا لذوي الإعاقة، وتسير بسرعة 25 كيلومترا في الساعة، وبطاريتها تكفي حتى 50 كيلومتر بأقصى سرعة، ويصل سعرها إلى 1533 دولار. هامينغ بيرد دراجة إنجليزية مبتكرة للذين يهون الدراجة السريعة خفيفة الوزن، فوزنها يصل إلى 6.5 كيلوغرام، وهي أخف 3 كيلوغرام من أخف دراجة في العالم، ومصنعة من ألياف الكربون، كما أنها تتوفر في نسختين بإطارات مختلفة 16 بوصة و20 بوصة، ويصل وزن النموذج الأكبر إلى 7 كيلوغرام، وتأتي في 4 ألوان مختلفة وبسعر 1000 دولار. موتوبوغو سكوتر كهربائي يعمل بحركة بسيطة عن طريق الدفع إلى الأمام، فكرة مبتكرة للقيادة على عجلة واحدة مجهزة ببطارية ليثيوم تعمل بقوة 500 واط، ولوحة تحكم في السرعات وتصل إلى سرعة 25 كيلومترا في الساعة، بالإضافة إلى أن إجمالي وزنها 29 كيلوغرام. وشكلها المبتكر يسمح بتخزينها في أي مكان، ويمكنها تحمل وزن حتى 150 كيلوغرام، والهيكل مصنوع من الألمنيوم، بالإضافة إلى أن نسيج المقعد مصنوع من مواد مقاومة للماء، يصل سعرها إلى 2000 دولار. نيوترون بايك وضعت شركة باركر برازر نسخة محدثة لدراجة نارية جديدة بمحرك كهربائي، ويمكنها الوصول لسرعة 160 كيلومترا في الساعة، وببطارية تعمل حتى 130 كيلومتر، كما أن هيكل الدراجة مصنوع من ألياف زجاج، والإطارات مصنوعة من الألمنيوم والصلب، وإجمالي وزن الدراجة 140 كيلوغرام، وصنع الدراجة في المصنع يستغرق أسبوعاً من العمل، وهي بسعر 50,000 دولار. هذا كل شيء مشاهدينا الأعزاء، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا
دمتم بخير.